بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في تخفيضات العائلة الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. عاملين عروضات بدأت من يوم الخميس، هي بدأت من الخميس 27/4، هتنتهي الثلاثاء 2/5. أنا بصور لكم النهاردة السبت، يعني بعد العرض بثلاث أيام او تالت يوم يعني في العرض. هنا اول عرض عندهم بطاطين 4 كيلو على 59 ريال، متعددة الالوان اهي والاشكال. الوزن 4 كيلو وهي على 59 ريال. ده اول حاجة في العروضات. هنا في عرض كويس على الستاير، الستاير اللي هي بتحجب الضوء، اللي هي زي البلاك اوت دي، مترين في مترين ب29 ريال، واللي هي متر ونص في مترين ب25 ريال. ودي اشكالهم طبعا، في اشكال مختلفه بتبقى كل حاجتها متوفره معاها جوه، يعني اهي. تاخدوا بالكم من المقاس عشان ما تشيلوش كده وخلاص. يعني هنا مثلا مكتوب متر ونص في مترين، وهنا مترين في مترين، يبقى معلم لكم عليها. متوفر منها الوان، دي اللي هي مترين في مترين، اي مترين في مترين، كانت ب39 بقت بكام؟ ب25. لا ده اللي هي المترين في مترين ب29 من 39. ما شاء الله الناس عمالة تشيل منهم بكميات كبيرة، يعني ما شاء الله. دي الستائر الجاهزة دي اللي بتحجب ضوء الشمس. هنا عندهم مفارش، ايه النفر الواحد على 39 ريال، والنفرين على 59 ريال، متعدد الالوان، هو منفوخ يعني نفر. من ضمن العروض هنا طاولة خدمة أكريليك وبإضاءة من تحت اهي، كانت ب119 بقت ب80 ريال، أشكالها حلوة. يا أكريليك ولا زجاج؟ ده اللي هو الشكل ده، اللي هو ده، هي دي صح اللي على العرض. ايه يا جماعه، ولها يو اس بي اهو بالشاحن. هي زجاج مش اكريليك. هنا من ضمن العروض 3 طاولات خدمه اهو، مقاسات مختلفة أو مستويات، يعني ب140 ريال، زي خلية النحل كده. هنا في بطاطين طبقة واحدة، قصدي نفرين، هي طبقة واحدة بس نفرين، والخامة بتاعتها اهي على 39 ريال، متوفر منها عدة ألوان. هنا مركن الشجرة اهو، عملوا عليه عرض تاني، بقى بكام؟ بقى ب30 ريال. في الذهبي، في الأبيض، المركن الشجر ب30 ريال. هنا البطاطين الطبقة الواحدة توفر منها عدة ألوان، بني وأحمر وبينك يعني ما شاء الله، وأبيض، الوان كتيرة ما شاء الله، على 39 ريال، الاول كانت ب59 ريال. هنا عندهم تصفيات على الشموع يعني وكده، على هيئة التانج دي، كانت ب5 ريال 75، بقت ب2 ريال 78 هلل. هي صغنونة يعني، مش
ب2 ريال 78 هلل. هنا دي برضو ب3 ريال. الاول كانت ب5 ريال 75، بقت ب3 ريال. الناس اللي بتحب الشموع هنا، الشموع ده عليها تصفية من الأول، الواحدة ب1.90 ريال بالبطارية. هنا من ضمن العروض الأسبوعية هو عندهم طقم مبخرة 4 قطع ب35 ريال، بس مش عارفة ما طلوا فيه. هنا في فواحة كهربائية 2.5 لتر ب55 ريال. هنا كمان من ضمن العروض عاملين على شنط الفايبر بالحبة، يعني مش بالطقم، مش شرط ان تاخدوا طقم كامل، تاخدوا بالحبة، والسعر حسب المقاس او الوان مختلفة. يعني مقاس 20 ب49 ريال، مقاس 24 ب59، مقاس 28 ب69. ما شاء الله، عايزين تاخدوا طقم كامل خدوا، عايزين تاخدوا بالحبة خدوا، مش مجبرين يعني انكم تاخدوا الصغيرة في قلب الكبيرة كده، يعني بتاخدوا حسب المقاس، السعر حسب المقاس بالنسبة للشنط الفايبر دي. ودي العروضات بتاعتي. هنا قسم الأطفال والمواليد عاملين عرض على البطاطين ب21 ريال. البطانية دي ب21 ريال، حلو، توفر اللون ده، والبنات ياهم من البنك ده على 21 ريال البطانية أو الكوفرت. يعني هنا شيال أطفال أهو، إن شاء الله ألوان حلوة، على 45 ريال، وفي ب37 ريال حسب المقاس. في نوع تاني من البطاطين الأطفال سادة مش منقوشة، يعني على 33 ريال. هنا قسم المكتبيات أو القرطاسية يعني وكده عشان العودة للمدارس، عاملين صلصال لينو على 8 ريال 75 هلل، حلبة كاملة متكاملة اهي وفيها الأشكال بتاعتها. هنا ما شاء الله علبة ألوان 48 لون ب36 ريال، ألوان ورس. في آلة حاسبة على 9 ريال، على 10 ريال قصدي، اللي هي دي 10 ريال كبيرة. نختم عند الشنط ان شاء الله، ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.